خير بعدت عنا منور بنرجع لكم يلا تفضل. شكرا رندا، شكرا غزل، ورحب برنا وارحب بضيفي في هذه الفقره. وجالسين نتحدث عن الشباب وتمكين الشباب وزمن الشباب حقيقه اللي جالسين نعيشه في السعوديه. فيصل المريشد الفنان، مرحبا، حياك الله معنا في هذه التغطيه الخاصه. حياك الله وحيا الله جميع السعوديين والسعوديات، وكل عام ان شاء الله انتم بخير يا رب. وانت بخير. فيصل، امامنا اللوحات، امامنا شكل جديد من الفن راح نجربه اليوم. صحيح. ويمكن كثير مشاهدين متعطشين يعرفون في البدايه الفكره، وبعدين نبدا نطبق ونوريهم شيء على الواقع. هي بكل بساطه تقنيه الواقع المعزز في اللوحات. ما ادري كلكم تقريبا شفتوا انطلاق ايفون، اللي هو ايفون اكس اس. شركه ابل كانت معتمده اعتماد كلي على الخدمه هذه، تقنيه الواقع المعزز. احنا كشباب سعوديين عندنا التقنيه لنا سنتين وجالسين ننشر التقنيه هذه. فالان بمناسبه اليوم الوطني اطلقنا تيشيرت اليوم الوطني وبروشور اليوم الوطني بتقنيه الواقع المعزز. بس اليوم الوطني وش نقصد بالواقع المعزز؟ وش هي هالتقنيه؟ الواقع المعزز انت تستخدم الجوال الذكي وتنزل اب معين، تحول الشيء الجامد الى شيء متحرك. مثلا الملك عبد العزيز يطلع لك دوكيومنتري عن الملك عبد العزيز، الملك سلمان الله يطول بعمره يطلع لك دوكيومنتري عن الملك سلمان، الامير محمد بن سلمان الله يطول بعمره يطلع لك دوكيومنتري عن الامير محمد بن سلمان. ممكن تطلع لك اشياء 3 دي، تيشيرتات احنا اضفنا فيها صقر شايل علم السعوديه في التيشيرت نفسه. جميل، طيب خلينا نروح للواقع مباشره، خلينا نعزز الكلام بالتجربه. صحيح. وش رايك؟ صحيح. طيب نشوف وين اللوحه اللي تبي تبدا. طيب فيها نبدا اول شيء بالملك عبد العزيز. تفضل. طبعا الاب اول ما راح تشغل الاب راح يشتغل معك كاميرا خلفيه، توجهها مثلا على الملك عبد العزيز. زي ما انت شايف. أيه؟ هتشتغل لك دوكيومنتري عن الملك عبد العزيز كامل. إيه؟ لكن التقنيه موجوده في اللوحه ولا في الـ لا في التقنيه موجوده هنا، هو يعامل اللوحه كباركود، فهمتني؟ اي إيه بس يعني اساس التقنيه دي يعني وشلون تحملت الفكره؟ هذه طبعا التقنيه من زمان موجوده، ما هي بجديده، التقنيه هي تقنيه البوكيمون، تذكر البوكيمون لعبه البوكيمون؟ هي نفسها. التقنية قديمة بس انت تستخدمها استخدامات. بس فيصل يعني انت الحين تقدر تختار المحتوى اللي تبغاه يطلع من اللوحة؟ يا سلام عليك. يعني نفس المحتوى هذا ممكن اطلعه في اي لوحة ثانية. صحيح، بس انه بتقنية معينة اسمها الواقع المعزز، واحنا تقريبا لنا سنتين شغالين في تقنية الواقع المعزز. بس اللي اقصده انه البرنامج ما يعطيك محتوى من عنده مناسب مثلا للوحة، لا انت لا. تختار محتواك. ايه انا اختار المحتوى اللي قدامي، ايش هو؟ ايش بتحول اللوحة لايش؟ ايش المحتوى تبعها؟ انا احول لك. طيب يعني نجرب مع الملك سلمان. ممكن اشوف يا جماعه كذا. إيه؟ طيب الان اللي طلع لنا وش هو؟ اللي هو دوكيومنت مع الملك سلمان. مرحبا. الخامس والعشرون للملك عبد العزيز. جميل. كثير حلو. جميل، نشوف الامير محمد اذا تسمح لي يعني بسرعه. هذه من الاشياء اللي سمعنا ان الامير محمد بن سلمان يحبها. راح يطلع لك الملك عبد العزيز الين الملك سلمان. لأن الملك سلمان وبعد الملك محمد سلمان. جميل جدا. طيب جميل جدا. فممكن الآن أوريكم برضو